todo. بداية الفنان روميو، أهلا بك عبر النافذة بريستيكوان. المعروف أنك مصمم أزياء من الطراز الرفيع على المستوى ليس فقط الوطني أو المحلي، ولكن أيضا على المستوى الدولي. أول سؤال، كيف جات الفكرة ديال المشاركة ديالك في مهرجان ديال الضفتين؟ احنا بالتأكيد كنبغيو نعملو شراكات مع جميع الدول في العالم باش نقدروا نوصلوا للقفطان ديالنا العالمية. ماشي أول مشاركة ديالي معاهم، بالحق أكثر من خامس أو سادس مشاركة معاهم في إسبانيا في جميع المدن. فكرة رحبت بها بزاف، لأن كنوريو المنتوج ديالنا عبر واحد من الأجانب بواحد الطريقة اللي هي شيك وأنيقة. روميو، كيف كتشوف التجاوب ديال الأجانب مع القفطان المغربي؟ بزاف كيعجبهم بزاف، واخا مثلا ما كيقدروش يلبسوها أولا ما كيقدروش يشريوها. بعض المرات كيجيهم صعيب باش يشريوها، لكن هما كيتجاوبوا معاه مزيان وكيرحبوا به بزاف. إذا قلت لك فين كتجلى نقاط القوة ديال الزي التقليدي المغربي، شنو ممكن تقول لي بحكم أنك من أهل الاختصاص بطبيعة؟ كتجلى في الصناعة التقليدية، في الطرز المغربي أولا في لابوغودغي ماروكان اللي كتعدل في القفطان. يعني القفطان مابقاش كيتخدم غير على الثوب التقليدي، ولا كيتخدم على الثوب العالمي. وحين كنجيبو الثوب العالمي باش نخدمو عليه القفطان، القفطان ديالنا فيه كيبان في ديك الصناعة المغربية اللي كنزلوها، يعني كنشوفو الأنامل الذهبية اللي كينتج الصانع المغربي. تما كتجمع القوة ديالو. روميو، غدا ان شاء الله كاين ديفيلي في اطار المهرجان، شنو هي اخر الصيحات اللي غادي يقدمها روميو غدا ان شاء الله في القفطان المغربي؟ هي مجموعة كتكون تمنية القفاطان، مجموعة خريف وشتاء لموسم 2013-2014. طبعا الحجر حاضر بقوة، الصناعة المغربية حتى هي حاضرة بقوة في القفاطان، من جانب الأثواب بحال جميع الأثواب المسنين، بروكار، غوشي، تيل، هادشي كامل كيخدم بالقفطان المغربي. واش باقي إقبال على القفطان المغربي؟ واش كاين إقبال على القفطان المغربي؟ أكيد زاد، بالعكس القفطان المغربي ديما حاضر، واحد ديما ولا ما عندوش منافس في العالم، ولا هو ولا كينافس الموضة العالمية، وفي نفس الوقت هو ولا كيتنافس. لأن القفطان المغربي لا مودرنيتي اللي دخلنا له هي اللي خلاته يوصل العالمية. روميو، شنو هو الجديد ديال روميو خلال هاد السنة؟ الجديد دابا الكوليكسيون طبعا ديال 2013-2014، هذه هي الجديد ديالي. وبالنسبة لأقوى المشاريع اللي كتشوف كانت قوية في المشوار ديال روميو، شنو ممكن تقول لنا؟ نموذج؟ النموذج هي مشاركة في قفطان مثلا على مر السنين، والوصول إلى اللي وصلنا له زعما صعيب باش تقدر توصل مع المنافسة اللي كاينة بين المصممين، باش توضع السيل ديالك، باش تولي كتنافس مصممين مثلا العالميين أو لا، هادشي كامل بحد ذاته صعيب، باش بحد ذاته ميزة اللي وصلنا بها. بالنسبة للقفطان المغربي، شنو أكثر حاجة اللي كتخليه يتسوق عبر العالم؟ كما قلت لك الصناعة المغربية التقليدية، الأنامل الذهبية ضد الصانع المغربي. لا، كنهضر أنا من اللي قصدت هو من خلال لي ديفيلي ولا لا بوبليسيتي بيان سور، هي اللي كتخليه يوصل. بوبليسيتي والشهرة اللي عاملينها له حنايا، ولا الإذاعات ولا المجلات ولا المغاربة بصفة عامة اللي عاملين، اللي كيفرضوا راسهم بالقفطان ديالهم فين ما مشاو، هذيك هي الحاجه اللي كتخليه يفرض الوجود ديالو في العالم. كيفاش كتشوف المستقبل ديال القفطان المغربي؟ مزيان، تطور مزيان بزاف، ماشي واحد طريق سريعه جدا جدا جدا. كيف كتشوفهم من دابا 10 سنين مثلا؟ كنشوفهم بحال دابا، ولكن زايده دخل عليه التحسنات. ما نقولكش غادي نشوفهم شي حاجه جريئه، لان القفطان تجرا اكثر من العاده. الجرأة هي اللي وصلته بيان سور، حنا ملي كنعدلو الجرأة ما كنكونوش كننصحو الناس بها باش
شي لبسوها بديك الطريقه، ولكن بوغ لو ديفيدي، ولكن بيان سور الحاجه حين كتباع ولا كتشرى ولا كتبغيها سيده كندخلوا عليها لي غوتوش د الستره بزاف الحاجات. روميو كلمه اخيره عبر منبر بريستون في هذا اللقاء. كلهم تبارك الله عليكم، ان شاء الله حتى نتوما توصلوا للعالميه بحال قفطان المغربي. وشنو ممكن تقول للجمهور المغربي والجمهور التطواني العاشق للتصاميم المصمم الازياء العالمي روميو؟ عندي بنقول للجمهور، لان الجمهور هو انا وانا هو الجمهور، وانا بلا جمهور ما يمكنش نكون، والجمهور بلا بيا حتى هو محتاج لي. روميو شكرا جزيلا، وكنتمنى لك مسار موفق في مجال الازياء. شكرا جزيلا.